اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل فيديو النهاردة عن طريقة تزيين برواز الكروشيه شكل فانوس جميل وسهل وبسيط. فيديو شكل جميل جدا بالشكل ده كده. كنا عملنا فيديو قبل كده شكل تاني، انما النهاردة هنعمل الشكل ده. شكله جميل ومميز ومش مكلف خالص ومش بياخد وقت. اهو هدخل في اي حلقة بالابرة واسحب الخيط بعد كده هشتغل في غرزة السلسلة اثبت بيها الخيط. السلسلة دي مش هعتبرها حاجة، هعتبرها بس تثبيت للدور. هدخل في نفس المكان اللي اشتغلت فيه السلسلة وهشتغل فيه 2 غرزة حشو. كده 1 في نفس المكان، هدخل واشتغل كمان غرزة حشو. كده 2 هروح انا واخده الخيط اهو معايا تحت الشغل، هروح برضو في الغرزة في الفراغ اللي بعديه وهشتغل فيه 2 حشو. 1 في نفس المكان هشتغل كمان 1 كده 2 هروح في الغرزة اللي بعديها واشتغل فيها برضو 2 حشو. هفضل ماشية الدور كله بنفس الطريقة، ان انا هشتغل في كل فتحة من الفتحات اللي موجودة عندي هنا 2 حشو. هكمل كده بنفس الطريقة، ان انا هشتغل في كل فتحة من الفتحات اللي موجودة معايا 2 حشو وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة في كل فراغ من الفراغ اللي موجود على الكوستر، عملت فيه 2 حشو واشتغلت في اخر فراغ هنا اهو 2 حشو. هاجي عند اخر غرزة حشو، اول غرزة حشو قصدي اشتغلتها، وهعمل فيها غرزة منزلقة. هيكون معايا بالشكل ده كده. انا الكوستر هنا معايا 24 فتحة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. المفروض اي عدد، لو معاكي كوستر اكبر من كده وعدد الفتحات فيه اكبر، اي عدد بتقسميه على 3. سيبي هنا مثلا، انا معايا هنا 24 هقسمهم على 3، هسيب 8 في الجنب ده و8 في الجنب ده و4 تحت و4 فوق، يعني فوق وتحت بيكونوا عدد واحد، انما الجنب ده بيكون قد الجنب ده 8. واشتغلت بنفس الطريقة وارتفعت كمان 3 سطور برضو بنفس التزايد، ان انا بشتغل تزايد في بداية الغرزة وتزايد في نهاية الغرزة، وبشتغل في النص كل غرزة بشتغل فيها غرزة نص عمود. هيكون معايا بالشكل ده كده من تحت. دلوقتي هرتفع غرزة سلسلة اثبت بيها الشغل من تحت واقص الخيط. طبعا في النهاية بجيب ولاعة وبلسع الأطراف دي كلها عشان ما تكرش، بس لما بخلص الشغل في الآخر. هنبتدي هنشتغل بقى الفانوس من فوق. هشيل الماركر من
معايا، هيكون معايا برضو 8 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8. هحط الماركر في الغرزة الثامنة وهجيب الخيط هسحبه من تحت، هرتفع سلسلتين. هنا بقى مش هعمل تزايد من فوق عشان تبقى معايا مثلثة بالشكل ده كده، فمش هشتغل تزايد، هشتغل فوق كل غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود. يعني هنا ارتفعت سلسلتين هعتبرهم اول غرزة نص عمود، هروح في الغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة نص عمود. واللي بعديها برضو هشتغل فيها غرزة نص عمود. واللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود. عندي 8 غرز في نهاية الدور ده، هيكون برضو معايا 8 غرز نص عمود. هشيل الماركر وهروح اشتغل في اخر غرزة، هشتغل برضو فيها غرزة نص عمود واحدة. بالشكل ده كده. طبعا الخيوط دي هدخلها، هعملها بالولاعة زي ما اتفقنا وبندخلها في جوه. هننتقل للراوند اللي بعد كده وهشتغل سلسلتين، هلف الشغل. السلسلتين دول مش هعتبرهم حاجة، ان انا بس هخلي الحرف معايا ستريت من هنا عشان ما يبقاش معروج، انما مش هعتبرهم ولا تزايد ولا اي حاجة. فهسيب الغرزة اللي انا ارتفعت منها السلسلتين واروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة نص عمود. وهشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما اوصل لاخر غرزتين، مش هشتغل فيهم عشان هعمل فيهم تناقص. كده وصلت لاخر غرزتين وهشتغل فيهم تناقص، اللي هي الغرزة اللي قبل الثلاثة سلسلة هدخل فيها. وهلف وهطلع من حلقتين، وبعد كده هلف الخيط على الابرة وهدخل في تاني سلسلة وهلف الخيط واطلع من الحلقات كلها مع بعض. كده هيكون معايا التناقص بالشكل ده كده. عملت غرزتين في غرزة واحدة. هرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل، هسيب المكان اللي ارتفعت منه وهروح للغرزة اللي بعديها على طول هشتغل فيها غرزة نص عمود. والغرزة اللي بعديه برضو هشتغل فيها غرزة نص عمود. واللي بعديها هشتغل فيها غرزة نص عمود. كده وصلت لاخر غرزتين وهشتغل فيهم التناقص بنفس الطريقة. هلف الخيط على الابرة وهدخل في الغرزة وهلف وبطلع من حلقتين وهلف الخيط تاني على الابرة وادخل في اخر غرزة وهلف واطلع من ال4 حلقات مع بعض. وبسيب ال2 سلسلة اللي كنا ارتفعناهم مش بنشتغل فيهم، لان احنا قلنا احنا بنشتغل فيهم عشان الشغل يكون ستريت معايا من المثلثات. فهنا ال2 سلسلة اهي مش هشتغل فيها حاجة خالص، هرتفع 2 سلسلة
هلف الشغل، هسيب المكان اللي ارتفعت منه الاتنين سلسلة، واروح للغرزة اللي بعديها واشتغل فيها غرزة نص عمود. هنا هيتبقى معايا غرزتين هشتغل فيهم التناقص، بلف وبطلع من حلقتين، وبعد كده بلف الخيط على الإبرة وادخل في آخر غرزة وبشتغل بطلع من الأربع حلقات مع بعض. اشتغلت لحد ما وصلت للراس فوق. دلوقتي هشتغل الدلية بتاعة الفانوس اللي انا هعلق منها للفانوس دي، هشتغل 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهلف الشغل على ظهره. وهنا هو انا عندي غرزة هنا هشتغل فيها غرزة منزلقة، بعد كده هرتفع السلسلة وهرتفع بالخيط، هنقصه بالولاعة احنا كنا اشتغلنا قبل كده تزيين للإطار الفانوس بطريقة تانية. انا هشتغل النهاردة معاكم بالطريقة دي، ان انا هدخل لونين في بعض واعمله من تحت بالشكل ده كده. هجيب اللون الزيادة اللي التاني اللي انا عاوز ادخله، انا في فيديو الفانوس اللي فات عملت غرز حشو داير ما يدور حوالين الفانوس كله. المرة دي لا، المرة دي انا هعمل غرز حشو هنا بس وغرز حشو هنا، وهعمل تحت غرزات منزلقة، وهنا هشتغل اطار الفانوس بغرز المنزلقة باللون التاني، هيدينا شكل جميل قوي، والتاني برضو شكله جميل. فهجيب اللون اللي انا عاوز ادخله هاجي هنا عند الفتحة دي، هدخل بيها في الخيط، هسحب الخيط بيها من الفتلة من اطلع بيه من الغرزة، وهشتغل غرزة سلسلة همشي في كل غرزة من الغرز اللي موجودة هشتغل فيها غرزة حشو، هروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة حشو. طبعا انا واخدة الخيط معايا تحت الشغل، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها برضو هدخل فيها واشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو، همشي في كل غرزة هشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة، هكمل عادي فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل لهنا وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة في كل غرزة، عملت فيها غرزة حشو لحد ما وصلت لآخر غرزة حشو. احنا دخلنا هنا في بداية المثلث اللي هو من تحت، هنا دخلنا في الغرزة من بدايتها، انا هنا وصلت لآخر غرزة حشو، هدخل برضو في غرزة بداية المثلث وهشتغل فيها غرزة حشو، وبعد كده هعمل سلسلة وهرتفع بالخيط علشان اقصه، واسحب طرف الخيط التاني. طبعا الخيط ده كله هيدخل تحت الشغل. فكده نكون خلصنا الجنب ده.
هنروح عند الجنب التاني، هدخل برضو في راس المثلث هنا اللي هي هنا، مش هدخل في اول غرزة حشو، بدخل الاول في راس المثلث، وبسحب الخيط وبشتغل غرزة سلسلة بثبت بيها الخيط، وبعد كده بشتغل في كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو. هشتغل برضو زي هنا في كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو زي ما اشتغلت هنا، وهيجي هنا عند الراس من تحت بتاعت المثلث اللي تحت، هدخل في اول غرزة فيها هنا اللي هي بعد غرزة الحشو اللي هنا على طول، وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة حشو وهرجع لكم دي. اشتغلت بنفس الطريقة، بعد ما خلصت ارتفعت غرزة سلسلة وقصيت الخيط ولفيت الشغل ودخلت الخيط الزيادة في الشغل من ورا، وهقول لكم ازاي بنثبته في الشغل. انا سبت لكم طرف خيط هنا عشان اقول لكم ازاي بنثبته في الشغل ونحلقه في دقة بالولاعة. بحط الابرة وبفضل بدخل الخيط في الشغل من ورا من جوه، يعني من الناحية اللي هي مش باينة، بفضل ادخله بالخيط عشوائي، بس اهم حاجة ما يبانش من قدام. اديني دخلته اهو، بعد كده بجيب الولاعة بحرق طرف الخيط. بحرقه بالشكل ده كده، تكون معايا هنا بلاستيكة بحطها كده بتلزق في الشغل هنا بالشكل ده كده، عشان الخيط اللي هو السلسلة ده بيكر معايا، فعلشان الخيط ما بيكرش فبحرق طرفه بالولاعة وبروح لازقاه في الظهر، بيلزق معايا بالظهر بالشكل ده كده. هنبتدي نشتغل تحت هنا غرزة منزلقة زي الفانوس هنا بالظبط، فبجيب الخيط وبدخل هنا في اول غرزة هنا، وبسحب الخيط، بعد كده بشتغل سلسلة وبشتغل غرزة منزلقة في نفس المكان، برضو بروح في الغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة منزلقة، بمشي الدور ده السطر اللي تحت ده بطعم بورز المنزلقات من تحت. بس طريقتها سهلة قوي، طريقة تزيين الفانوس ده سهل جدا، شكل جديد تعلقيه على الحيطة في رمضان ومش مكلف خالص. بمشي في كل غرزة بشتغل فيها غرزة منزلقة، بروح عند اخر غرزة اللي هي هنا اهي فبشتغل فيها غرزة منزلقة، وبعد كده برتفع بالخيط بقصه بالولاعة
اجيب مقص الاول اقصه بيه. لو احنا ما عملناهوش بالولاعه بيبتدي يكر معانا كده، انما لازم نعمله بالولاعه من تحت. عملته بالولاعه واداني الشكل ده كده عشان ما يكرش، بنثبته كده. وهندخل الخيوط الزياده زي ما احنا متعودين في الشغل، من ورا من جوه من تحت، وبنحرقهم بالولاعه نثبتهم فيها. كنا خلصنا الاطار من تحت بغرز منزلقه بالشكل ده كده. دلوقتي فاضل الفريم اللي هو التزيين بتاع الاطار من جوه، اللي هو زي ده كده بالظبط. هنمشي حوالين الاطار بغرز منزلقه، هدخل هنا في الاطار من تحت واسحب الخيط واروح في الغرزه اللي بعديها اللي هي الفتحه اللي بعديها، واسحب الخيط واشتغل منزلقه. بفضل ماشي الاطار كله، ان انا بدخل في كل فتحه وبشتغل فيها غرزه منزلقه. الشكل ده كده هكمل كده في كل فتحة غرزة منزلقة لحد ما اوصل لهنا وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة، عملت فوق كل غرزة غرزة منزلقة لحد ما وصلت للفتحة دي اللي هي اللي انا كنت ارتفعت منها بالخيط، وهدخل فيها وبرضو هسحب بمنزلقة. بعد كده هرتفع بالخيط وهقصه واسحب الطرف التاني، بحرق الطرف بولاعة. الولاعة خلصانة هنا، هحرقه وارجع لكم تاني. حرقت الطرف بولاعة، هجيب الابرة بتاعت التنظيف وهدخل بيها بنفس الفتحة الاخيرة دي، هيكون معايا بقى الخيطين اللي هما اللي انا بداية الشغل والنهاية، هربطهم في بعض مرة جامد كده. وهدخل بقى كل فتلة من الفتلات دي في الشغل من جوه، وبعد كده بحرقهم بولاعة زي ما احنا متعودين. وبكده خلص فانوس النهاردة، هيكون معايا بالشكل ده كده، شكله جميل ومميز ومش مكلف خالص، هيبقى ديكور حلو قوي لشقتك في رمضان، برويست على اي على الحيطة لولادك. شكله جميل ومميز. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.